فيها؟ الواد كيمو لام شويه عيال بلطجيه واقفين قدام بيت بابلو عايزين ياخدوا نورة. والبنت اختك فين؟ نايمه من ساعه ما جت من عند الزناد. رايحه فين؟ اوعي يا بنت الرجاله هتموت بعض. يا توحه اسكتي بقى. يا توحه استني. استنى بس يا سيد. استنى يا حبيبي. دول عيال صغيرين وبيلوشوا. العيال دي نظامها ايه؟ بقول لك صغيرين وبيلوشوا يا سيد. بقول لك يا كيمو، خد العيال دول روحهم عشان عندهم مدرسة الصبح. وأنا بقول لك يا بابلو، اوعى يسوق خيالك إنك هتتهنى بصيتك القديم، لا، بح خلاص راح، ولا أنا عايز مراتي يا بابلو، ذوق أو عافية. ده حق ربنا وحقه، وبعدين دي مراته على سنة الله ورسوله، ما تقول عليه الصلاة والسلام. ما تقطم ياض وتكلم على قد مجالك. إحنا مش هنمشي من هنا غير لما ناخد نورة في إيدينا. تقف ياض في حته فيها شبكه يمكن اسمع عنك ياض. طب بقول لك يا زميلي، انا عندي مصلحه، هقف انا وبكره الصبح نتقابل. طول عمرك كلامات يا زتونه. يا بابا مفيش يا امين علي، ده كيمو كان جاي يمسي. مسي مين؟ الحمد لله انك جيت يا باشتنا. الحكومه دايما في ظهر الغلبان. بابلو خاطف مراتي نورا صلاح. ايه موضوع مراته ده يا بابلو؟ علمي علمي، نورا في بيتها مع امها واخواتها. والله العظيم والله العظيم يا باشا، اختي نورا نايمه فوق في السرير. والله العظيم. طب بقول لك ايه يا باشتنا، بابلو وطوح اختها مانعين مراتي عني. فاطفينا ولا مانعينها عنك؟ وانت جاي تاخدها بدراعك؟ فاكرها فوضى؟ لا فوضى ايه؟ انا قلت اجي اتفاهم مع بابلو الاول والتاني هيبقى ايه بقى بالصلاه على النبي. طب اقول لك ايه يا باشتنا، من الاخر كده انا عايز مراتي. يبقى تيجي الاسم معاه وتعمل بلاغ. وماله اجي معاك الاسم، انا صاحب حق. اتفضل. مش هكلم بس المحاميه بتاعتي استاذه هبه رشدي. الحمد لله احمدك واشكر فيك استجبت دعائي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي عليك يا بابلو. طب والنعمه ما في منك اتنين في البلد. انت ايه اللي جابك يا بت؟ اطلعي فوق. حاضر.